كل أم بتدي ابنها الحياة مرة واحدة، لكن الأم نجمة حلقتنا النهاردة ادت الحياة لابنها مرتين، مرة يوم ما ولدته، والمرة التانية كان عنده 10 سنين وأصيب بحمى. فاعتقدوا في الوقت ده، كنا في أوائل القرن العشرين، ما كانش فيه رعاية طبية، فاعتقدوا إن هو مات، فغسلوه وحطوه على السرير. وقفت أمه وهي بتبص على ابنها اللي فارق الحياة وهي بتبكي، وفجأة وهم شايلينه عشان يدفنوه قالت استنوا ده بيبربش بعنيه. الأم اكتشفت حياة ابنها وأعادته للحياة، ولولا الكلمة دي ده بيبربش بعنيه كان فقد الفن المصري عملاق عظيم جدا في عالم الموسيقى، الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب. هي كانت كده يعني ست صبورة وهادئة جدا وجميلة جدا، يعني كانت سيدة جميلة، سيدة بيضة قوي وشعرها أبيض قوي ورقيقة الوجه يعني، وشها كان وش تقسيم وشها جميل وحلوة، كانت سيدة جميلة يعني. يعني كنت دائما حتى وأنا كبير كان أرتاح قوي أما أحط دماغي على صدرها، وكنت دائما أقول بيني وبين نفسي إنه الإنسان يظل صغيرا ما دامت أمه على قيد الحياة، ولا يفقد الشباب إلا يوم ما يفقد هذا الحضن. فكنت أحب حضنها قوي، لأني دائما بالرغم من إن هي ماتت مش من 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 زمان يعني وأنا كبير سنا، لكن كان صدرها بالنسبة لي راحة كبيرة جدا، وإحساسي بإني أنا لسه صغير، وإن أنا لسه طفل، وإن هذا الصدر هو رضعت منه اللبن.